اعرف وطنك برنامج إذاعي ينفذ حملته التاسعة تحت شعار قبيلة ولا ملك، الذي يستهدف 78 حالة من الجرحى والمصابين في الجبهات دفاعا عن الوطن وردعا عن المرتزقة والعملاء. متابع. أكثر من 78 حالة هم إجمالي من شملتهم المساعدات الإنسانية في الحملة التاسعة التي ينفذها البرنامج الإذاعي اعرف وطنك تحت شعار قبيلة ولا ملك، والتي تستهدف النازحين والجرحى والمصابين من عموم محافظات الجمهورية في ظل استمرار العدوان السعودي الذي دخل شهره التاسع. أتينا اليوم لنقدم من الحملة التي أطلقناها عبر البرنامج الإذاعي اعرف وطنك قبيلة ولا ملك، لتقديم ما استطعنا به من بطانيات، والتي جمعت من الناس أغلبهم البسطاء. نتمنى من كل الجهات أن تكون معنية بما يحدث في الوطن، وخصوصا الاهتمام بالمقاتلين وأهل المقاتلين وأهل الجرحى والشهداء. عشرات الجرحى الذين أصيبوا في جبهات الشرف والنضال المقدس في الدفاع عن الوطن وثرواته ومقدراته والتصدي للغزاة والمرتزقة ومشروعهم التدميري والتخريبي، أكدوا أنهم سيظلون صخرة منيعة إلى جانب رجال الجيش والأمن واللجان الشعبية، وسيعودون في القريب العاجل إلى ميدان الشرف والبطولة لمواصلة نضالهم الديني والوطني مهما كانت التضحيات. أصبت في دعس ضد العدوان ضد الغزاة المرتزقة العملاء، ونحن جاهزون مرة ثانية نتعالج ونستكمل العلاج ونعود إلى الجبهة. أنا ولله الحمد أصبت نتيجة قصف الطيران في محافظة شبوة بكسر في العمود الفقري، والحمد لله الأمر سهل جدا. إن فقدنا جزء من أعضائنا أو ضحينا بجزء من دمائنا فهذا رخيص، أن نقدم كل ما نقدمه دفاعا عن وطننا وعن ديننا العظيم. نحمده ونشكره، ولنا الشرف ولن يكتمل الشرف إلا إذا غادرنا هذه الأسرة البيضاء، وسنغادرها قريبا بإذن الله ونعود إلى الجبهات. المشاركون في الحملة أفادوا أن زيارة الجرحى والمصابين والاهتمام بهم يعد أقل واجب محتم على الجميع، ويعد تشجيعا ودعما معنويا لرجال الجيش والأمن واللجان الشعبية الذين يسطرون أروع التضحيات والبطولات. شاركنا من اللجنة الاجتماعية لحزب الأمة مع حملة اعرف وطنك المرحلة التاسعة لزيارة الجرحى والمرضى وتلمس أحوالهم، وعلى الأقل نشارك بالقدر القليل من إدفائهم، لأنهم هم رفعوا رؤوسنا إلى السماء، وهم عرفوا العالم بقوة اليمنيين وصمودهم وكبريائهم وعظمتهم وانتمائهم للإسلام وحماسهم في الدفاع عن أوطانهم. يذكر أن الحملة استهدفت ما يزيد على 1490 أسرة نازحة من مديريات ومحافظات الجمهورية جراء العدوان السعودي، معظمهم أسر معدمة دمرت منازلهم وأملاكهم ويفتقرون لأبسط مقومات الحياة. فارس الصليحي، اليمن اليوم، صنعاء. ختام النشرة تذكير بعناوينها. سياسة